وللشروق عظمي فقري اللي هو إدارة البرامج. والدور ما ساهل حقيقة للشروق في ثوبها الجديد. كلنا مع بعض حنشيل الشروق، لكن لمدير إدارة البرامج أستاذ محمد عكاشة فليتفضل. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم جميعا بدون فرز، مع حفظ الألقاب والمقامات. دعوني عبركم أن أتقدم بشكر مستحق إلى الزملاء والزميلات في قناة النيل الأزرق للبث الفضائي لمشاركتهم نقل هذا الحفل على الهواء مباشرة، شكرا جزيلا. ثم أذنوا لي أن أقرأ عليكم كتابي. إن برامج قناة الشروق في انطلاقتها الجديدة تعتمد بالأساس على جهد ودفع الشباب في الإعداد البرامجي والتقديم التلفزيوني وإبداعات الكادر الفني في الصوت والإضاءة والجرافيك، ده كله عشان الصورة تطلع حلوة. ثم ذات الشباب، سوف يتم توظيف عدد من البرامج لتناول قضاياهم في التعليم وفي المدارس وفي الجامعات لبحث تطلعاتهم نحو مستقبل واعد وحياة أفضل. إن برامج قناة الشروق تعد بتقديم أفكار برامجية هادفة تلتزم الدقة بضبط الكادر الفني وتلتزم المهنية العالية في عرض الأفكار البرامجية، إذ نستبق في مضمار يتطلب جهداً مضاعفاً للتميز وللفت الأنظار في مزاحمة مرموقة وتنافس شريف. إن خارطة برامج قناة الشروق بين يدي عودتها مرة أخرى واتساقاً مع هوية واستراتيجية الشبكة، فهي تستهدف قضايا المواطن، همومه واهتماماته، طموحاته وآماله، منحازة إليه حيثما كان في القرى والحضر داخل السودان وخارجه. برامج قناة الشروق تتوجه إلى الناس وإلى أم الناس، فللمرأة نصيب مفروض في ساعة بثها المباشر وغير المباشر، تعزيزا لدورها في الحياة العامة ولدورها في ترقية الذوق والحياة جميعا. سوف نتناول ببرمجة قناة الشروق حقوق المرأة والحفاظ على مكتسباتها بتسليط الأضواء الكاشفة على المظالم التي تحيط بها، بالتضامن مع جهود النشطاء في منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية، وأن نعمل على حفز الجهود المبذولة لمكافحة العادات الضارة والعمل على رفع أقدار وعيها لترتفع قيمة الحياة. برامج قناة الشروق ترقب كل طائر مرتحل عبر البحر حملت أشواق الدفيقة. المغتربون والمهاجرون السودانيون هم أولى بالمعروف، فهؤلاء دعامة من دعامات الاقتصاد القومي وضمانة اجتماعية، ينشطون لتدعيم قيم التوالي والتكافل الاجتماعي بما ينفقونه لأجل تحسين أوضاع أهليهم وذويهم بكف خصيب. لذا فإن للمغتربين كفل عظيم في برامج قناة الشروق، نستعرض بهم ومعهم قضاياهم، مشاكلهم، مشروعاتهم وتطلعاتهم. نحن ومن خلال الترتيبات الإدارة نتطلع إلى تغطية متميزة لأنشطة الجاليات في الدول الصديقة والشقيقة، الدول التي يستوطن بأرضها أعداد غفيرة من السودانيين. وفي ذا فإن التوجيهات الكريمة الصادرة من مجلس الإدارة لتأسيس مكاتب لقناة الشروق في عدد من العواصم يلقى مندوحة لإنتاج برامجي يعكس نشاط الجاليات بما يعزز دور الدبلوماسية الشعبية.
قناة الشروق ضمن برامجها وبالتنسيق مع إدارة الأخبار والشؤون السياسية سوف تتخذ من البرامج الحوارية المخصصة للتداول الحر في قضايا الوطن المختلفة سوف تتخذ سبيلاً لإعلاء قيمة الحوار المجتمعي لننتبذ خطاب الكراهية والعنصرية المقيتة وللعمل من ثم على تهيئة المناخ العام لتحقيق العدالة الاجتماعية ولإرساء دعائم السلام وللمساواة بجعل المواطنة إطاراً مفهومياً ودستورياً وأساساً معيارياً للحقوق والواجبات في وطن حر ديمقراطي يسع الجميع. برمجة قناة الشروق في ثوبها الجديد تضع في قوالب جاذبة سلسلة برامج تتناول قضايا وهموم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأرامل وذوي الإعاقة وفاقدي السند، وهي في ذا تصوب نحو موازنات المؤسسات الاقتصادية الوطنية في إطار مسؤولياتهم المجتمعية لتبادر هذه المؤسسات لرعاية مثل هذه البرامج ولدعم الشرائح المستهدفة. برامج قناة الشروق تتضام مع جهود جهات عديدة لإبراز التنوع التاريخي والحضاري لما يذخر به السودان في أقاليمه المختلفة من آثار وجداريات ومعالم سياحية وعمارة وحفريات وتاريخ باذخ. خطة برامج الشروق تعمل بجهد متصل للتوثيق للتراث والفلكلور السوداني والشعر والغناء والأماديح النبوية، وهذا كله هو حامل تاريخنا الاجتماعي والثقافي والحضاري، ولسوف يتم تحويل بعض البرامج في هذا الصدد إلى توثيق كتابي من خلال صفحات مجلة الشروق التي سوف تصدر بالتزامن مع انطلاقة البث الفضائي. كاميرا برامج قناة الشروق سوف تمر من هنا ومن هنالك لعكس النشاط الثقافي الأهلي في المسارح وفي المراكز الثقافية والمنتديات الراتبة وساحات الرياضة وعند كل مرسم جميل للفنون التشكيلية. خارطة برامج قناة الشروق هي جهد المقل وبضاعة الرجل، بيد أنها محاولة جادة لتقديم خدمة متميزة تكون إضافة ثرة لجهود العمل الإعلامي الفعال للمساهمة في التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وتترجى أن تلقى القبول وتنال رضا المشاهد الكريم والذي لأجله تتئد الخطى لنثقب المستقبل. شكراً لحسن استماعكم.